السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عروض جديده وهزات رائعه. قبل ما نبدا الفيديو، بالنسبه للاخوات اللي اول مره كيلتحقوا في القناه، ما يخلوش عليا بلايك واشتراك القناه باش يوصلكم ديما جديد العروض. وكنبداو ان شاء الله في هاد الكويسات هادو ديال شرب الشاي او شرب القهوه. الشكي ديالهم زوين، فيهم 12 كاس، الثمن ديالهم 49 درهم فاصله 90. وهذا شامبوان ديال الشعر ديال 750 لتر، الصراحه مجرب هذا رائع وزوين، والثمن ديالو اقتصادي، الثمن ديالو 13 درهم. هاد البانيو ديال الدوش ديال وليدات الصغار او حديث الولاده ديال الرضع، دايرلو 879 درهم. وهاد القريعة ديال الزاج ديال لتر ونصف، شكيد الغطاية ديالها زوين، الثمن ديال 34 درهم. وهاد الشكيل التاني هذا حتى هما ديال جوج لتر، الثمن ديالهم 39 درهم. وهذا غطاء السرير او كوفرلي، فيه 7 ديال المخدات وجوج ديال ليزور، التوب ديالو زوين والكاليتي ديالو رائعه، وفيه اللوينات. كنحاول نتقل الفيديو باش يبان لكم. الثمن ديالو 249 درهم. وهاد الصنيدلات هادو الشكل ديالهم سامبل وعادي، شويه كنحاول ندور الصنيدله باش تبان لكم. الثمن ديالها 140 درهم. وهاد المخيطات هادو فيهم الالوان، الشكيلات ديالهم رائعين، الحجم ديالهم كبير، الثمن ديالهم 35 درهم. هاد اللوين الثاني حتى هو وهاد البواطا ديال الكاكاو اللي كيتمزج مع الحليب، الثمن ديالو 20 درهم. وهاد البودره ديال الكاكاو حتى هي فيها 100 غرام، الثمن ديالها 5 دراهم. وهذه فيها 160 غرام حتى هي ديال الشوكولا، شوف الثمن ديالها 12 درهم. وهاد سباكيتي ديال 10 دراهم ديال سوريا، 500 غرام. هاد الشامبوانات هادو ديال هاد جردز، الثمن ديالهم 21 درهم. هادي الثمن ديالهم 29 درهم. وهاد الآلة ديال الحدادة ديال الملابس أو الميكرويف الملابس، الشكل ديالها زوين، الثمن ديالها 289 درهم. وهذا نيدو في الوزن ديال 2250 غرام، الثمن ديالو 194 درهم. وهاد الفواكه المجففة ديال الحلويات، الثمن ديالها 8 دراهم. وهذا الحليب المكثف المحلى او الحليب الطازج، الوزن ديال 450 غرام، الثمن ديالو 46 درهم. وهذا واحد اللي هو لتر ديال العصير ديال البرتقال، الثمن ديالو 30 درهم.
وهذا الكرسي هذا ديال البحار او الثمن ديالو 179 درهم، التشكيل ديالو زويون.